طب معروف دكتور بأنه كل ما تقدمنا في العمر كل ما يعني هذا المتوسط اللي أنت بتحكي عنه رح يكون أقل ضربات القلب، يعني لا يجب أن تصل إلى مستويات عالية زي ما بتوصل عند الأصغر سنا. يعني خلينا نحكي عن هذه الجزئية أيضا، لأنه قد إيه ممكن يكون خطر إذا في ناس مثلا فوق سن 40-50 أو ما إلى ذلك عم بيحاولوا يهدفوا أنهم يسرعوا ضربات قلبهم، قديش هذا ممكن أيضا يؤذيهم؟ هلأ يعني مثل ما تفضلتي، لما كل ما بزاد العمر بصير معدل ضربات القلب الأعظمي بينزل، يعني مثلا اللي عمره 40 أو 60 بصير ضربات القلب بتنزل 180 أو 160. هو أساسا جهاز القلب الدوراني ما رح يستجيب أعلى من هيك إلا إذا كان في مشكلة في 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 القلب. فالشخص اللي ما عنده مشكلة في القلب ما رح أساسا يوصل لهالمعدلات العالية جدا، مثلا مثل 200 أو كانت توصل عند الشباب. مع هيك يعني لما يكون شخص مثلا عمره 60 سنة، دائما هذا الشخص نحن نتوقع أنه بالأساس عنده محتمل يكون عنده مشاكل قلبية ثانية. لذلك إذا ما كان بالأساس هو إنسان رياضي يمارس رياضة من أيام الشباب، ما ننصحه أنه يبدأ ببرامج رياضية شديدة من البداية. عادة نبدأ ببرامج رياضية خفيفة ومتوسطة. طبعا دائما نركز على نقطة أنه مهما كان درجة الرياضة خفيفة ولا شديدة ولا متوسطة ولا متوسطة ولا شديدة، هي بالنهاية مفيدة لصحة القلب وبتساهم بإنزال وزن. لكن نحن نحكي عن حسب أنت شو مستهدفه بالأساس بالتمارين. دكتور، تأثير النظام الغذائي على دقات القلب طبعا هو تأثيره كبير على عملية فقدان الوزن، لكن هل بيأثر على دقات القلب؟ وهل ممكن أنه أنا إذا كنت عم بنحف بسرعة عم بخسر وزن بشكل سريع يأثر هالشي على دقات القلب؟ طبعا يعني إذا الشخص اللي عم يمارس يعني دايت أو نظام غذائي صارم جدا مثلا يخليه يفقد كميات كبيرة من الوزن بشكل سريع، هذا الشيء ممكن يأثر على في البداية على ضربات القلب صعودا، لأنه ممكن يخليه يعاني شوي من سوء تغذية أو نقص بعض الفيتامينات أو نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية. هذا الشيء راح ينعكس على نوع من التعب والإنهاك وراح يصير يشعر فورا ضربات قلبه تصير سريعة. هلا بمجرد ما يستقر الوزن يبدأ الإنسان يرجع لنظام حياة مثلا نظام غذائي متوازن وحافظ فيه على وزنه ضمن الحد الطبيعي، نحن نتوقع أنه مع الوقت بالعكس ضربات القلب ترجع تنزل للحدود الأقرب للطبيعية.